الجولة الرابعة والسؤال الرابع. أستاذ أحمد تبقى تصفق؟ طبعاً أنت لازم تصفق. الجولة الرابعة والسؤال الرابع لابد أن نذكركم أيضاً النقاط مضروبة باثنين، يعني الواحد يحصل 50 من عندكم يصير 100. ولابد أن نذكر أيضاً 3 أجوبة خطأ إذا صارت عندكم تنتقل لعائلة التميمي، والعكس أيضاً هو الصح. نبتدئ مع مارين ومع الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين بس لا يلوصها عليكم، أنا ما لي علاقة. إن شاء الله. هذا أحمد طارق قال لي هالشكل وإن شاء الله، يعني مصر علينا يخسركم، أنا ما لي علاقة. من نطلع بعدين نعلموه. أستاذ ياسين. نعم أستاذ ياسين. يعني أولا نحكي عنك، أنت شنو؟ ياسين محسن. إيه؟ 41 سنة. 41 سنة. متزوج عندي 2 أطفال. الله ولد وبنية. الله. علي وفاطمة. علي وفاطمة. الله الله يخليهم. هواياتي السفر. هوايتك السفر. وتخسر الآخرين. نشكر. إن شاء الله هالمرة. أحكي الصدق. إيش قد خسرت آخرين قبل؟ يعني مخسر ناس بالدومنة بالطاولة. بالدومنة إيه. بالدومنة إيه. بس جماعتك مو. هو ويا دامنا خسرة. ويا أحمد؟ لا ويا علي. ويا طارق. دامنا خسرة. ماشي ماشي راح تلعب راح تلعب. مارين يا مارين يا مارين مارين احكي لنا عن نفسك شوية. مارين حنة. مارين حنة. عمري 24. أنا محاسبة. وهواياتي السفر، سباحة وقراءة. مارين صوتك حلو. والله العظيم صوتك حلو. دا أسمع كأنه مذيعة تلفزيونية، يعني هيك أحد القنوات العربية. لا 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 أكيد تعرفين تغنين. لا كل شيء ولا غني. يعني ما تعرفين تغنين لو تستحين أن تغنين الآن. أستحي. تستحين؟ صوتك حلو؟ يقولون غني بفرح. لا 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 وأنا الهموم أجمل. قحطان العطار من أجمل الأصوات. طيب يقولون غني بفرح وانا الهموم غناي، هذه الاغنيه للشاعر الكبير الراحل جبار الغزي الله يرحمه. السؤال الرابع عفوا المضروب باثنين يقول سمي مدينه عراقيه تبدا بحرف الباء. يابا انت لا هي طبعا هي لانه انت تخسر، انت تخسر وياك مستحيل. سمي مدينة عراقية تبدأ بحرف الباء. بغداد. بغداد وما أدراك ما بغداد. يجوز خطأ ما أدري يعني. خلينا نشوف احتمال بغداد. بغداد. بغداد أفضل جواب وأفضل احتمال وأعلى النقاط. أستاذ ياسين أنا آسف أنت خسرت أوردي بدون أن تشعر، ارجع لمكانك رجاءً حبيبي.